في إطار تنزيل مقتضيات المكون الثقافي للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، تم مؤخراً ببئر الجندوز بإقليم أوسرد تدشين محافظة للنقوش الصخرية والمواقع الأثرية. وتم تدشين هذه البنية الثقافية التي رصد لها مبلغ إجمالي يصل إلى 1,000,000 درهم في إطار تخليد الذكرى 46 للمسيرة الخضراء. اليوم يتعزز المشهد الثقافي بهذه الجهة من خلال تدشين محافظة النقوش الصخرية والمآثر التاريخية بإقليم أوسرد. هذه المنشآت التي جاءت تنفيذاً وتنزيلاً لمقتضيات الشق الثقافي من برنامج التنمية المندمجة لجهة داخل وادي الذهب. المحافظة تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الأركيولوجي والنقوش الصخرية بإقليم أوسرد، اللذين يحيلان على الحضور البشري بالمنطقة بطريقة شبه مستمرة منذ العصر الحجري القديم وإلى العصر الحجري الحديث. هذه المحافظة تم تهيئتها بمعدات وكذلك أدوات حجرية تعود إلى العهد الحجري القديم وكذلك العهد الحجري الحديث. وتتكون هذه المحافظة من قاعات للعرض تحتوي على أدوات حجرية تعود للعصر الحجري القديم وقطع حجرية آشولية تم اكتشافها في عدة مواقع بأوسرد.